أهلاً بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نعرض لكم بعض المعلومات المدهشة عن الأسماك الطائرة. الأسماك الطائرة هي أسماك ذات زعانف شعاعية تمتلك زعانف صدرية معدلة بشكل كبير، ورغم اسمها فهي لا تستطيع الطيران بقوة ذاتية، بل تندفع خارج الماء بسرعة تتجاوز 35 ميلاً في الساعة، أي ما يقارب 56 كيلومتراً في الساعة. تتميز الأسماك الطائرة بذيلها المتشعب بشكل غير متساو، حيث يكون الجزء العلوي منه أقصر من الجزء السفلي. يوجد حوالي 40 نوعاً من الأسماك الطائرة، وهي أنواع بحرية تعيش في المناطق الاستوائية والمعتدلة. تنتشر هذه الأسماك في المحيطات الرئيسية الثلاثة، الأطلسي، الهادئ، والهندي، وصولاً إلى عمق يقارب 650 قدماً. تتركز غالبية الأنواع في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية، ونادراً ما تشاهد في المناطق الشمالية، حيث يبدو أن البرودة تعيق قدرتها العضلية على الانزلاق في الهواء. ومع ذلك، يعيش بعضها بالقرب من حواف الشعاب المرجانية. يعتقد أن الأسماك الطائرة طورت آلية طيران للهروب من الحيوانات المفترسة العديدة في المحيطات، ومع ذلك بمجرد وصولها إلى الهواء فإنها تصبح أحياناً طعاماً للطيور. قد يكون لدى الأسماك الطائرة الصغيرة خيوط بارزة من فكيها السفليين تمويهاً كأزهار نباتية. الأسماك الطائرة قادرة بالفعل على الطيران بطريقة فريدة، لكن ليس كما تفعل الطيور عبر الرفرفة بأجنحتها في الهواء. بدلاً من ذلك، تستخدم زعانفها الصدرية الكبيرة للانزلاق فوق سطح المحيط. تبدأ بالسباحة بسرعة عالية تحت الماء تصل إلى أكثر من 35 ميلاً في الساعة، مما يوفر لها الزخم اللازم للقفز فوق الماء والانزلاق للأمام باستخدام زعانفها. وتكتسب الأسماك الطائرة دفعاً إضافياً عبر ضربات ذيلها السريعة، وعندما تصل للسرعة المطلوبة يرتفع ذيلها عن الماء لتبدأ بالتحليق، كما تسهم أجسامها الانسيابية في دعم طيرانها في الهواء. تعتبر الأسماك الطائرة عنصراً أساسياً في السلسلة الغذائية للعديد من البيئات البحرية الاستوائية حول العالم، حيث تكتسب العناصر الغذائية من الفرائس الصغيرة، وتقدم بدورها غذاءً للحيوانات المفترسة الأكبر في أعلى السلسلة الغذائية. تتغذى الأسماك الطائرة على مجموعة متنوعة من الأطعمة المتاحة في بيئتها، بما في ذلك الحشرات الصغيرة والديدان المائية والنباتات المائية والأسماك الصغيرة. تختلف الأنواع في نظامها الغذائي وفقاً للبيئة التي تعيش فيها والموارد الطبيعية المتوفرة، وتتعرض الأسماك الطائرة للافتراس من قبل مجموعة من الكائنات مثل سمك المارلين والتونة والحبار وخنازير البحر والطيور. السمك الطائر هو كائن بحري مدهش ورائع، يتميز بقدرات فريدة تميزه عن باقي أنواع الأسماك. وفي الختام، إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس
حتى يصلكم كل جديد. شكراً للمشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو جديد.